من جديد ما زلنا مستمرين معكم مشاهدينا في صباح الشارقة. تدفع الرغبة في الحصول على ابتسامة مثالية متميزة البعض إلى تجميل الأسنان واللثة كذلك، فمن الطرق التجميلية المنتشرة حاليا تجميل اللثة، إذ يعتمد أصحاب اللثة ذات اللون الداكن إلى تفتيح لونها أو تصغيرها لتصبح ذات شكل مميز. ويعد تجميل اللثة الشغل الشاغل في عالم التجميل. دعونا نتعرف أكثر عن ماهية هذه التقنية من خلال ضيفنا في الاستوديو الدكتور أحمد الطويل، أخصائي تجميل أسنان. صباح الخير دكتور. يا صباح. حياك الله معنا في صباح الشارقة. أهلا وسهلا بالجميع. أهلا وسهلا. نتكلم دكتور في البداية عن الجهاز المختص لتجميل اللثة عن طريق الليزر، يعني أتوقع يمكن البعض ما سمع بهذه التقنية وممكن تكون جديدة نوعا ما. بالبداية أحب أشكركم على هالاستضافة. شكرا لك. الله يخليكم. بعدين طبعا اكتشاف الليزر واستخدامه في المعالجات الفموية والسنية أحدثت فعلا تطور كبير جدا، وسمحت للأخصائيين والأطباء بدمج التكنولوجيا والفن في إحداث صرعة لتحقق في النهاية نتيجة جدا رائعة ومرضية للمريض. نعم. فعندنا أنواع كثيرة صراحة من بالليزر، منها الليزر اللي يعالج الأنسجة الرخوة، والليزر الذي يعالج الأنسجة الصلبة. فاحنا نتكلم الحين على المعالجات اللثوية، تعتبر اللثة من النسيج الرخو. صحيح. طبعا التغيرات اللي تحدث باللثة أثناء طبعا بالعمر، تقدم بالعمر أو كثيرة جدا، منها تغييرها في الشكل، تغييرها في اللون، واختصاص اللثة واختصاص الليزر بمعالجة اللثة طبعا يكون بطريقة جدا آمنة وبطريقة جدا مرضية وقليلة الوجع. يعني النقطة في الموضوع استخدام الليزر، الهدف الأساسي الحصول على نتيجة مرضية جدا بدون وجع. هذا بدون وجع. بدون وجع ولا بدون وجع. الليزر له تقنية الليزر بيقوم بعمله، بالإضافة أنه بيقوم بتسكير النهايات العصبية، يعني ما بنحتاج لتخدير. أوكي. وهي النقطة المهمة جدا، دائما السؤال هل في وجع؟ الليزر لا يوجد به وجع. لأن دكتور رشا وايد تحب دكتور الأسنان، يعني أتوقع أن في وايد ناس يعني عندهم هذا التخوف من أطباء الأسنان. الخوف. هو الخوف. الخوف. الخوف من الوجع، من الألام. لا، أحب أقول لكم أنه الليزر استحدث لعلاج هاي المشكلة اللي هو الألم، لا يوجد به ألم. جميل. حتى في بعض الحالات الكثيرة ما بنضطر نستخدم تخدير أبدا. جميل جميل ممتاز. طيب هل الليزر يستعمل في تحديد اللثة، يستعمل في توريد اللثة، يعني شو استعمالاته بالضبط؟ طبعا طبعا الأمراض اللثة كثيرة، منها على سبيل المثال التهابات اللثة. نعم. اللثة عندما تلتهب بشكل عام بيزيد حجمها، بيكبر حجم اللثة، فبيجي عندنا المريض بيشتكي انه اللثه عنده كبير حجمها. فطبعا الليزر بيقوم طبعا باعاده الشكل الطبيعي للثه، بنفس الوقت يقوم بتعقيم المنطقه، والنتيجه تكون جدا رائعه وبدون الم. لما نتكلم ان اللثه كبيره نتكلم عن الجم سمايل؟ جم اها. في نوعين من انه اللثه تكون كبيره، في نوع يكون مرضي اللي هو نتيجه الالتهابات، فبيكون حجمها كبر. نعم. على المستوى الطبيعي. نعم. هذا المشكله بتكون مشكله انه في عندنا التهابات. أوكي. غير طبيعيه. هي طريقته العلاج، تنظيف اللثه او قصه بالليزر. الطريقه الثانيه التجميليه اللي هي الجم سمايل، بتكون مستوى اللثه طبيعي بالنسبه للمريض. يعني هو طبيعي، ما عنده مشاكل، ما عنده التهابات، لثته سليمه ولكنها كبيره، فلما يبتسم بصير بتبين عنده اللثه بطريقه احنا نسميها الجم سمايل، انه لما يبتسم بتكون اللثه باينه وتخرج كثير من الناس. صحيح. سواء كان ايه، فهذه نعم الليزر بيقوم بقص اللثه واعاده تشكيلها من اول جديد بطريقه جدا رائعه. جميل جميل. حلو دكتور، يعني نتكلم عن انواع الليزر، لو تكلمنا اكثر تفصيليا نوعيه الليزر، هل هو نفس الليزر مثلا اللي يستخدم في الاشياء التجميليه في كذا؟ نعم. يعني ولا هو نعم هو اللي او بشكل اخر؟ صحيح. الليزر هو في عندنا في الليزر نوعين اساسيين للليزر. نعم. سوفت ليزر اللي هو نسميه الليزر اللين، وفي عندنا الليزر الصلب. الليزر اللين نقصد به اللين لانه يقوم بعلاج النسج الرخوه، وفي عندنا الليزر الصلب يقوم بعلاج النسيج الصلب. النسيج اللين مثل اللثه.
اللثة والنسيج الرخو. فهذا عندنا مثلا أكثر واحد مشهور وهو أكثر استخداما الليزر اللين اللي هو الديود. وهو ليش أكثر استخداما؟ أولا آمن، لأنه الدرجة اللي بنستخدمها الطاقة المستخدمة في الليزر في هذا في الليزر اللين درجة خفيفة جدا وجدا آمن. الليزر الصلب يحتاج إلى طاقة أكبر وأعلى وأغلى. والصلب نقصد به بعلاج الأماكن الصلبة، السن نفسه مثلا، التسوس نفسه يعالج الليزر، التسوس بدون حفر. الليزر يقوم بشيل التسوس من النسج الصلب بدون حفر. طب العصب شو وضعه؟ والعصب أيضا، حتى إشالة بنستطيع يستخدم الليزر في إشالة العصب، تنظيف العصب جدا. طب إذا قادرين أنكم تشيلونه بالليزر، ليش تعذبونه وتستعملون هذه الأدوات؟ الاستخدام هل في يعني هل في حالات ممكن ان الليزر ما يقدر انه يعالجها فتضطرون لاستعمال الادوات التقليديه؟ بغالبا الليزر يستطيع، ولكن وجود الليزر الصلب نفس ما قلت لكم، الليزر الصلب هو غير متوفر لانه غالي وكبير حجمه. أوكي. الموجود دائما في العيادات والمستخدم اكثر شيوعا هو الليزر اللين او اللي يسموه البارد، لانه هو اصغر وارخص في التكلفه. اوكي جميل. نتكلم عن الطرق المتبعة يعني لتجميل اللثة، كيف يتم تجميلها، كيف يتم حفر اللثة؟ صح، طبعا الليزر يقوم بالتفاعل مع النسج. وأكثر طلب المرضى نوعين من الطلب العلاج، اللي هو اللثة ذات اللون الداكن داكن. وبالإضافة طبعا لما تكلمنا عن تحديد اللثة وقصها. وبالنسبة لللثة اللونها داكن، يقوم الليزر بقشط الطبقة الخارجية وإزالة اللون الداكن، وترجع اللثة للونها الوردي الجميل. أوكي. طيب في حالات يعني مثلا أشخاص طبيعة اللثة عندهم غامقة نوعا ما، يعني اللثة أساسا لونها غامق. غامق. وفي ناس خاصة بشرتهم سمراء. نعم. وفي ناس لا، بسبب عوامل مثل التدخين وغيرها قد يتغير لون اللثة. نعم. حتى الأشخاص اللي بطبيعة الحال اللثة عندهم غامقة نوعا ما، ممكن إن الليزر يساعدهم؟ لا. لا. لأنه اللون اللثة من الداخل طبيعة إنه اللثة تكون فيها عوامل خارجية أدت إلى إنه اللثة تكون لونها داكن. بيكون سطح الخارج، فالليزر يتفاعل مع هذا الطبقة الخارجية ويقوم بإزالتها. ولكن إنه الأشخاص اللي أصلاً بيكونوا لون بشرتهم داكن، الليزر بيكون فيه العمل بيكون صعب. صحيح يعني. صحيح. صعب. دكتور، نتكلم عن يعني العمر المناسب لإجراء يعني هذا الإجراء المتبع اللي هو الليزر في عملية اللثة. ليس له يعني عمر، يعني بالنسبة خاصة في العلاج إذا وجد المرض. نعم. الليزر يكون يعني حتى من عمر 7 سنين 8 سنين إذا كان في هناك التهابات في اللثة بأي نوع. التهابات اللثة أسبابها كثيرة، ممكن تكون أسباب يعني أنه مثلا لا يحافظ على أسنانه، طبعا يكون عنده التهابات حتى لو كان صغير. حتى طريقة التفريش الخاطئة، في ناس يفرشون يعني طبعاً. مخذين الموضوع على عدم المحافظة على الأسنان، عدم النظافة في الأسنان. صح. حتى لو كان سنه 7 سنوات، في أطفال بيكون 7 سنوات واللثة عندهم تعبان. صحيح. طيب دكتور، إذا بنتكلم عن الجلسات مثلا، نحن عندنا الفكرة أن علاج الأسنان خاصة مثلا في بعض الحالات كالعصب، أنا أتكلم وايد على العصب لأني عندي عقدة من الموضوع، يحتاج لجلسات، يتطلب جلسات عديدة. هل الموضوع نفسه في علاج اللثة، أو ممكن أنه يكون علاج اللثة في جلسة واحدة فقط؟ الجهاز الليزر جهاز سريع في العلاج، وما يحتاج جلسات نفس الطريقة التقليدية. سريع جدا. جميل جميل. يمكن سؤال يعني يدور في بال الكثيرين، ورغم ان البعض يعني ما يجاوب نظرا لاختلاف، لكن نتكلم عن التكلفة. يعني مثلا المريض اللي يبغي يبيض اللثة ويزيل السواد اللي فيها، كم تتراوح تكلفة الإجراء؟ طبعا هو أغلى. الاستخدام الليزر في تبييض أو في العلاجات بشكل عام أنه مكلف أكثر من العلاج التقليدي. نعم. وطبعا حسب حالة المريض وكمية الجهد المستخدم في العلاج. تختلف. يختلف. طيب. بس بالنسبة يعني أنه طبعا استخدام الليزر في الأوقات الحالية أصبح أقل تكلفة من سابق، لأنه صار الأجهزة متوفرة أكثر. متوفرة أكيد. صحيح. يعني أطمن الجمهور، حتى ما يخاف. صار في تنافس يعني، كل عيادة تتنافس. الأسعار تختلف يعني. صحيح. بس أكيد. الأسعار في متناول جميل. نعم. جميل. طيب دكتور، ذكرت أن في عملية توريد اللثة يتم كشط الطبقة أنا نقول الخارجية للثة أساس أنه يظهر اللون الأساسي للثة. نعم. هل يتغير شكل اللثة؟ لا، في حسب العلاج. إذا توريد اللثة لا، يقوم فقط بنحدد استخدام الليزر بتوريد اللثة فقط. تحديد اللثة إجراء آخر.
أكيد بس ممكن نسوي إحنا العمليتين في نفس الجلسة. جميل. نعم. نعم جميل. نتكلم عن الإجراءات يعني المتبعة اللي المفروض يتبعها المريض بعد إجراء الليزر للثة. في مثلا أطعمة ممنوعة، أشياء ممنوعة ولا؟ أرجع أقول الليزر ثلاث أمور مهمة جدا، إنه يعالج ويعقم ويخفف الألم. فلذلك استخدام الليزر في العلاج هو أسهل وأأمن وأسرع في النتائج من استخدامه العادي. فما بعد الليزر بالعكس أن المريض كمية الاهتمام بتكون أقل من العمليات الجراحية العادية. فيطمئن جدا، وخلال أسبوع بالكثير بالأسبوع بيكون اللثة 100% صارت فيها التئام بالجرح كامل. بس خلال هذا الأسبوع هل في أطعمة معينة؟ أبدا ما في عنده أي مشكلة. يمارس حياته حتى لا يستطيع حتى لا يعني لا يأخذ مسكرات إن شاء الله. هذا وعد من الدكتور. أكيد. يعني إذا أي حد سوى أي إجراء تجميلي في اللثة وشعر بألم يراجع الدكتور أحمد الطويل. طيب دكتور، ذكرت أن الليزر الخاص باللثة أو المستعمل في علاجات اللثة أيضا له دور كبير في علاج الالتهابات. نحن اللي نعرفه أن إذا مثلا كان في أي التهاب بالأسنان الطبيب ما يقدر أنه يسوي أي شيء بعملية العلاج إلى أن يشفى تماما هذا السن، يعني يأخذ كورس مثلا مضاد حيوي وغيره وبعدين يرجع. هل هذا الشيء نفسه في الالتهاب أو لا الليزر هو قادر على معالجة الالتهابات؟ بالنسبة طبعا في أنواع من الالتهابات العلاج بالليزر أو غير الليزر نفسه يعني. بس بشكل عام الليزر يستطيع أنه يدخل في عمليات العلاجات أحسن من الطريقة التقليدية، لأنه الليزر نفس ما تكلمنا أنه يقوم بتعقيم المنطقة، وهي أكثر شغلة إحنا نخافها في الإجراء العادي أنه نقوم إحنا بزيادة الالتهابات، ولكن الليزر هو نفسه جهاز يعقم المكان، فعملية أنه انتشار أو زيادة الالتهاب بتقل جدا في الليزر. جميل. نتكلم عن الطريقة يعني المثالية لتنظيف اللثة تجنبا للأشخاص إذا ما كانوا يعانون مثلا من التهابات خفيفة عشان الموضوع ما يتطور مستقبلا يعني. نعم. تذكير للجميع المرضى أهم طريقة للعلاج وهي النظافة الشخصية في البيت. يعني الطبيب هو عامل مساعد، ولكن الأساس المريض نفسه أنه محافظته على أسنانه في البيت. هو طبيب يعني نفسه. هو طبيب نفسه. بالضبط. فالمحافظة على الأسنان والطريقة التفريش الصحيحة وعدد المرات اليومية هي أهم مراحل العلاجات. إحنا بنساعد المريض. احنا دائما فولو اب ريجول، يعني احنا دائما كل فتره بيشوفنا، لازم يشوفنا طبعا المريض، واحنا بنعمل تشيك على اللثه وعلى الاسنان ونشوف حالته على الطريقه الصحيحه المستخدمه اللي يستخدمها في البيت. فاحنا دائما بنركز على التنظيف في البيت. صحيح. هذا اهم عامل يعني. جميل. طيب دكتور، بالنسبة للأشخاص اللي يلجؤون لتركيب القشرة لتجميل الأسنان، يعني أكيد تختلف المسميات، هل هؤلاء الأشخاص أيضا قادرين على الخضوع لعلاجات الليزر الخاصة باللثة أو في مثلا ممكن طبعاً بعض اللي يعني طبعا هي الناس المركبين قشور تجميلية أو غيرها هم بحاجة أكثر من الناس اللي مش مركب، لأن وجود القشور الموجودة بتساعد على عملية الالتهابات أكثر من الأسنان الطبيعية. فلذلك هذا الشخص يجب عليه أنه يراجع الطبيب المعالج أكثر من غيره. واستخدام الليزر جدا رائع بالنسبة لهذول الناس، جدا رائع. يعني أكيد راح يعطيهم في النهاية نتيجة أفضل طبعا. نعم. يعطيك العافية دكتور. يعني أكيد كل الشكر والتقدير لأخصائي تجميل الأسنان الدكتور أحمد الطويل على هذه المعلومات القيمة قدم لنا فيما يخص موضوع تجميل اللثة بالليزر. إن شاء الله يكونوا مشاهدينا استفادوا واستمتعوا بالمعلومات اللي قدمتها لنا. شكرا لك دكتور. الله يخليكم. شكرا. مشاهدينا أكيد مستمرين معكم في صباح الشرقة، راح نروح لفاصل قصير وبعد الفاصل نكمل ونواصل، خليكم معنا.